يجوك للحبس. شوف حنا واش حنا الحاجه الاولى باش نهضر تريسيتي مع تريسيتي اكثر من سيمانه حليتو شفت على المشكل تاع تريسيتي. هذا المشكل عنده أكثر من عام. علاه؟ لأنه في من خلال هذا العام كاين المشكل يتكرر ياك، والسمانة اللي فاتت كامل الماء ما كانش. بالعربي الفصيح حابين يشربوا ماء بوان خلص. احنا عندنا المشكل تاع الماء تقدر تقول عنده واحد العام عام، بصح ماشي متتالية، كل خطر وكيفها، ما كاش حلول. السماء كل خطر يقول لك لا بومب تريسيتي ما على بالناش، لا كوندويت لا بريسيون لي فويت، هذا هو المشكل تاعنا. حنا ماذا بينا نشربوا الماء، نفتح الروبيني نلقى الماء، هذا ما كان، هذا هو المشكل الكبير. الماء ما كانش والفاتوره كاينه ما فهمناش، فورفي الفاتوره يديروها فورفي، حط غير هكذاك وخلاص، هذا هو المشكل تاعنا حنا. والله المشكل تاع تزول بالماء بس يعني بلديه جانت بصفه عامه يعني مشكل مطروح، ماهوش يعني هذا العام ولا العام اللي فات، يعني عندها مده. وانا بالنسبه لي يعني الانشغالات على المواطنين اللي جاوا اليوم يعني انشغال موضوعي ومشروع. قمنا باجراءات فوريه مع مصالح لاديو جماعه جزائر المياه ومصالح مديريه المواد المائيه لحل مشكل جذري، يعني اطمئن سكان بلديه جانت بصفه عامه، سكان بصفه عامه ان انشغال تزول بالماء يعني انا يعني ماخوذ على عاتق الاداره، اداره بصفه عامه تحت اشراف السيد الوالي المنتدب ورئيس الدائره، واطمئن يعني سكان جانت يعني مسكن على مشكل تاع الماء سيحل بصفه جذريه ان شاء الله قريبا. احنا اليوم هنا رانا على حمه الماء، بروبليم تاع الماء، عندنا 15 يوم ما شربوش الماء هنا في كارتي، هذا في سونتر فيل هنا تيخات ما شربتش الماء. ما احنا ما فهمناش المشكل وين راه، كي نروحوا لمصلحه المياه تقول لنا لا بومب لا رموار، احنا كمواطنين ما فهموش، احنا مواطنين نحبوا نفتح الروبيني نشرب الماء. اليوم اشكاليه اننا ما ينجيو المسؤول يسمع لنا ويحلوا لنا المشكل هذا نهائيا. احنا خلاص عندنا من فات الخمس سنين مشكل تاع الماء مشكل تاع الماء مشكل تاع الماء. جانت تعاني من الماء من كلش، مش الا الماء، كلش. هذا واش نقول لك، كلش كاع جيبها من السكن للغلال كلش، يبعثوا فين فاتورات، بصح الماء ما كتشوف فيه، واش تخلص فاتوره.